واش الفوريفر سبورت العربيه يغلبوا المصدر ديال فور فرنسا؟ كيفتحها الكينغ، كيفتحها جهاز عنده 20 عام دابا، كيفتحها واش تجيكم نتوما لوجيك؟ فان كان مازال اخي هشام، هذا تحديث جديد من ما جابش ما بين افروسكي المانيا، تحديث لا علاقه لا بين فرنسا، ما تعولش عليها، ما حد السبور ديال العربيه كاينه ديما بين فرنسا تلقى فيها المشاكل. دابا مع الاسف استراتيجيه جديده، وهو انه راه دابا ولاو دازوا الهيسباسات شافوا الناس، شافوا بحال هكا اللايفات كيشجعوا الهيسباسات وداك الشيء، دازوا الهيسباسات بغاو يبداو يديروا ليها المشاكل. انا كان عندي الطباس الخاسرين هاد الايام، اليوم يلاه طلعت قديت التبسيط ديال الاسترا ديال الهيسباسات وديال الهوتبرد، غير باش نراقب شخص سميتو الهيسباسات كيفاش دايره، واش كتقطع ولا ما كتقطعش. علاش ما قدوش على بين الفرنسيه في الاسترا؟ ماشي ما قدوش عليها، هذا متعمد، ماشي ما قدوش عليها، لا، هذا المشكل ديال البيين في الاسترا هو متعمد من القصاص، متعمد باش ما تمشيش انت للاسترا تبقى تفرج فيها، لان معروف حنا شمال افريقيا باغيين بيئين، فهمتيني، سواء ديال العربيه سواء ديال الفرنسيه، واش فهمتيني؟ اذا هو متعد ايقاف القنوات على الاسترا فهو متعمد لكي تلتجئ الى القنوات على النيسات، يعني ملي غتشوف انت الاسترا ما خداماش غادي تمشي، هما عارفين شمال افريقيا كيعرفوا جوج اقمار، نيسات واسترا، تيقول لك راه دايرين جوج طباصل، تيديروا واحد في النيسات، فهمتيني؟ اذا هذا فهو متعمد لكي تلتجئ انت رغما عنك، هو يرغمك، ما لاحظتيش انه انت السي سي كاميرا وقفوه، هو يرغمك لكي تشترك في الكودات الفاتحه للفي اي بي، يعني بيئين العربيه. القصات فيهم جشع واضح الا كان تعمد في عدم باقه، لا خويا حميد، هذه 100% تعمد في اقفال الباقه الفرنسيه، هذا تعمد، ما كاينش فيهش نقاش. واش الا مشيتي لاجهزه اخرى، نعطيك مثال، كاين جهاز كيدير 150 درهم عندو سيرفر سميتو تيشار، كيفتح الباقه الفرنسيه بشكل عادي على الاسترا، كاين تيشار فيه تيشار سيرفر تيفتح تيسوى 150 درهم ولا 170 درهم، تيفتح الباقه الفرنسيه بشكل عادي على الاسترا، بشكل عادي الايكون تيفتح الاسترا بشكل عادي. اذا كيفاش الفوريفر اولا الكوسات ما عندهمش الحل؟ لا عندهم الحل، ولكن يتعمدون اقفال الباقه او تقطعات على الباقه لاجبار المشاهدين على الالتحاق بالفي اي بي على النيسات. يكون عندي اشتراك رسمي، ولكن الا كان حتى الفي اي بي مزيان ماشي نحيدوا الفي اي، لا وشوف دابا انت شوف، لانه دابا كنقارنوا جوج حوايج، دائما تنقول داك المثال ديال اون با كومباري لا كومبارابل، فهمتيني، ما نقارنوش شي حوايج اللي ما كيتقارنوش. دابا كتقارن الاشتراك الرسمي مع الاخر، الاشتراك الرسمي انا راه مخلص، ما غيتقطعش ليا داكشي، فهمتيني، جالس مربع يديا رجل على رجل كاس ديال اتاي، داكشي راه مخلص رزقي انا، ما غاديش يتقطع ليا. واش فهمتي؟ الفي اي بي ما عرفوش وقتاش غيتقطع. الفي اي بي يعني كيستعملوه الناس اللي هما مولفين السيرفرات، مولفين القرصانه، مولفين. مني غتقول ليا انا عندي فقط نايلسات ياك، واش ندير الاشتراك الرسمي ولا ندير الفي اي بي؟ غنقول لك خويا انت خصك دير الاشتراك الرسمي. علاش؟ لانه الا تقطع ليك الفي اي بي جلستي اون بان، ما غاديش تفرج، فهمتيني؟ شكون اللي غادي يدير الفي اي بي؟ الناس اللي عندهم الحلول، عنده الاسترا، عنده بليطو الهوتبور، عنده الهيسباسات، عنده الطور، عنده البلغاري، عنده الموتور كيدور كيتسارع، حبسات ليه دابا ديك الساعه كيدير الموتور فر كيضرب كيلقى الماتش بادي ولا شي حاجه وكيتفرج. ماشي واحد عنده النايلسات بوحده دايرها ما قادرش يزيد التبصيل، كنهضر بانه واحد عنده النايلسات، دابا واحد عنده النايلسات وتيطرح عليك السؤال مثلا واش ندير الفي اي بي ولا ندير الاشتراك الرسمي، راه ما يمكنش، فهمتيني؟ هنا غادي نقول لك انا من الاحسن دير الاشتراك الرسمي. علاش؟ لانه صافي، شارجيتي شهر غتفرج شهر، شارجيتي 6 شهور ما غيتقطعش ليك، الا درتي الفي اي بي يقدر يتقطع ليك. الفي اي بي كيديروا الناس اللي هما مهووسين بالقرصانه، كيتفرجوا في القرصانه، تقطع النايسات غادي يهبط الاسترا، يهبط الهيسباسات، هذا هو اللي كاين.
كاين خبر واش بصح فوريفر غيدبر في مصدر للقنوات الفرنسية او فقط اشاعة؟ المصدر كاين ولكن هذاك الشيء راه متعمد، وهما تيخرجوا تيبغيو يقول لك راه غيدبر في مصدر. واش الفوريفر الموفي ستار خدامة غلباتو؟ والجهاز قلناه دابا، حنا قلناه دابا هاد الناس اللي كيخرجوا كيقولوا لنا الفوريفر غيدبر في مصدر. واش الفوريفر جاي بور العربيه وغلبوا مصدر ديال فرنسا؟ كيفتحها الكينغ، كيفتحها الجهاز عنده 20 عام دابا كيفتحها؟ واش تجيكم نتوما لوجيك؟ ما فهمتش الناس اللي كيخرجوا كيبداو يضحكوا على عباد الله تتيقوهم. الفوريفر سيبحثوا عن مصدر خاص. واش الباقه الفرنسيه مصدر غلبوا غلب الفوريفر؟ هو الوحيد اللي جايب البور ديال العربيه والبور ديال فرنسا اللي جايبينها البزاقي اللي قدامه غلباتو. شي حوايج ما تيبغوش يدخلوا الراس اصاحبي، اي لوجيك. الكوسات يتعمد توقيف الباقه الفرنسيه راسها. طيب سالينا من هادشي هذا، مابقاوش يكذبوا علينا يقول لك المصدر هو اللي فيه مشكل. سافا با ولا تخربيق؟ ولكن الا جينا نشوفوا شحال من واحد مشترك في الاشتراك الرسمي وشحال من واحد في الفي اي بي، بزاف. المهم اخويا انت راك عارف انا كاع ما تنعول على الفي اي بي، ولكن الا بغينا نديرو كامل الاشتراك الرسمي راه غالي غالي، حيت غالي حيت البديل كاين، فهمتيني؟ لان البديل كاين. لو كان ما كانش البديل، واش فهمتيني؟ لو كان ما كانش البديل غادي يديروا الناس الاشتراك الرسمي، حيت البديل كاين. واش فهمتيني؟ الناس كتفكر في القرصنه لان البديل كما قلت لك كاين، اما كل ما كاينش البديل ما غيبانش غالي. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ غالي وغديروا صحه. نعطيك احسن مثال هو ليسانس ومازوت، دابا غاليين ولكن صحاب الطوموبيلات كيديروا بصحه عليهم. يعني علاش؟ ما عندوش البديل. بديل ما عندوش، كاين شي بديل ما عندوش، ولكن صحه عليك غديروا حاجه ملي ما كتكونش عندها منافسه في السوق ما عندكش كدير، فهمتيني؟ البيض ما داير 36 بزز منك غادي تاخده حيت ما عندوش البديل، فهمتيني؟ دابا غتفطر خصك تحط البيض، بغيتي تصاوب كيكه خصك البيض، بغيتي تجمع حتى شنو دير خصك البيض، بيض ومطيشه خصك البيض، فهمتيني؟ بزز منك غادي تاخده حيت مني كتكون الحاجه ما عندهاش البديل واخا كتغلى ما كتبقاش بالنسبه لهم، بالنسبه للسوق راها ما غالياش حيت البديل ديالها ما كاينش، فهمتيني؟ كون كان البديل كاين ما كاينش، بغيت نقول كون ما كاينش البديل ما كاينش، ما هذاك الاشتراك الرسمي ما غيكونش غالي. نتمنى ما عرفتوش فهمتيني ولا لا. ما معنى العجله؟ العجله وهي تاخير البث المباشر. يعني مثلا كدير في الباقات اللي عندها لو سيستيم دو كريبتاج صعيب، يعني تاخير البث المباشر. باقات تفتح بالعجلة، يعني يتم تأخير البث المباشر. مثلا سبور ديال العربية على النايسات تفتح بالعجلة، يعني يتم تأخير البث، يعني البث يتم تأخيره مثلا بواحد 10 ديال الثواني. يعني الا حطيتي مثلا سبور الباقة الرسمية والبين سبور في الفي اي بي تتفتح بالعجلة، غادي تلقى الفرق بيناتهم 10 ديال الثواني. هادشي من زمان كيديروا الكوسات، كنديروا حتى في الار ام سي، فاش كان تيفتح الار ام سي كنديرو. باش كتعرف قناه اخي هشام اللي فيها العجله، انا في الجهاز ديالي كتكتب لي ديك بوفرين، فهمتيني؟ كتب ديك سميتها كيخرج لك داك الميساج بحال ستريم رولاي. ممكن ولكن ماشي بديك. ممكن نقدر نقولوا بحال ستريم رولاي، ماشي نفس الخدمه ولكن ممكن تقدر تفهمها مبدئيا بداك المفهوم على الانيغما ستريم رولاي، فهمتيني؟ ممكن تفهمها مبدئيا، ولكن من بعد غتفهم انه ماشي هو تيتم تاخير البث، فهمتي؟ يعني يؤخر البث باش تحمي الكارت ديالو من الاختراق.